مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا من قبل والتي تردنا الآن إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. أي أبا رحمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا سيدي. وفيكم إن شاء الله تعالى. لو سمحت عندي استفسار وسؤال. أمر. شاب خطب فتاة. نعم. وتوفاه الله. نعم. فاكتشف أن خطيبته حامل منه. يا أخ أبا رحمة، الله يرحمنا وإياك والمشاهدين من المسلمين والمسلمات والمؤمنات. نبهنا بارك الله فيك قبل ذلك على أن هذه المشاكل الاجتماعية التي في نشرها على الملأ ضرر حتى ولو بالأسماع، نرجئها لتكون فيما بينك وبين من يتيسر لك أن تستفتيه، جزاك الله خيرا. أي أخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور. حضرتك معك أحمد أبو الليل من طنطا. أهلا بيك، مرحبا. حضرتك يا دكتور، عندنا رجل يعني أولاده ناس مثلا بيلبسوا كويس وناس كويسين، شباب محترمين، بس أولادهم لا ينظف نفسه، يعني على طول بيلبس مش كويس وبيشتغل في حاجات الكادرات اللي هي القمامة مثلا، بيغدول شغل في الزبالة مثلا أو حاجة زي كده، وما بينظفش نفسه، على طول هدومه وحشة، فأولاده مثلا بيستعروا منه أو ما بيرضوش يكلموه. طب اسمع يا أخ أحمد، إن شاء الله اسمع، إن شاء الله تعالى اسمع الجواب. أي نعم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يسرى من تونس. تفضلي. بالله اخي الفاضل، انا نحب نسالك، ان شاء الله سمع عندي بكالوريا في تونس. نعم، عندنا بكالوريا في تونس. ايوه، وعندنا مناظره وطنيه. نعم. المناظره هذه يقول لنا العبوا سبور، يعنيتها جيمناستيك ورياض، ونا مرتديه لش. مناظره في ايش؟ مناظره في ايش؟ يعنتها في السبور، رياضة. مناظرة في الرياضة؟ هي مناظرة بين من ومن؟ لا أخي الفاضل، نحن في باك سبور، يعني يقول لنا ألعب سبور، يعنتها جسم المرأة، يعني يظهر فيه جسم المرأة. يعني معلش، اللغة واللهجة ضعيفة، مش قادر أفهم ما تريدين. أخي الفاضل، نعم. الرياضة بالنسبة للمرأة المسلمة، يعني ونحن عرضنا مناظرة وطنية. الألعاب، يعني الألعاب الرياضية؟ هي فهل جسم المرأة. جسم المرأة ماله؟ يعنيتها أنا ما تحبش نلعب سبور وضروري بس نلعب خطرة. طيب، لعلك إن شاء الله تعاودين الاتصال في وقت آخر إن شاء الله، يكون الصوت أحسن من ذلك. نعم. الأخت أم محمد، ماشي 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 ماشي. الأخت أم محمد، الأخت هدى من المغرب. مع الشيخ، الله يجزيك بخير. أي أخت هدى، يا أخت هدى، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، تفضلي. هي أربع أسئلة وجزاك الله خير. تفضلي. هل قول آمين بعد سورة الفاتحة من مبطلة الصلاة؟ وسؤال ثاني، ما هي المسافة في السفر التي وجب فيها القصر في الصلاة؟ نعم.
وسؤال ثالث، هل يجب قصر الصلاة حتى ولم تنوي الإقامة؟ وإذا نويت الإقامة ما هي المدة التي يجب فيها قصر الصلاة؟ نعم. والسؤال الرابع، هل يصل أجر قراءة القرآن والصيام الصلاة إلى الميت؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله تعالى. أيها أمة الله، السلام عليكم يا شيخ. عليكم سعادة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا من 10 سنين كنت بعرف واحد وبعد يا أمة الله قد أجبت في أول السؤال اتصل فيه أخونا أبو رحمة، قلنا يا إخواني إن الله حجي ستير يحب الستر، المشاكل الاجتماعية التي فيها النشر للرذيلة وإخبار بما كان مما حرم الله لا يجوز أن يكون على الملأ. الحقيقة أنا أشكر الأخت هدى في أسئلتها، أسئلة شرعية، عايزين نتفقه في الدين يا إخواني. هذه البرامج الأصل فيها أن نتفقه في الدين. حسن السؤال هو نصف العلم، حسن السؤال هو نصف العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسير فاعترضه رجل فأخذ بزمام ناقته ثم قال أخبرني بما يباعدني عن النار ويقربني من الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والتفت لأصحابه لقد هدي هذا أو لقد وفق هذا، يعني سر النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال الرجل ما يباعدني من النار وما يقربني من الجنة، سر بهذا السؤال. عايزين يا إخواننا نتعلم كيف نسأل ولماذا نسأل وما هي الأهداف المترتبة على السؤال. فالحقيقة أقول يعني عايزين نحرص على تكون أسئلتنا أسئلة فقهية يعني تحل مشاكل اجتماعية، لا ننشر يا إخواننا أخطأنا ولا ما وقعنا فيه فيما حرم الله على الملا كده. نعم. أقول الأخت هدى بتسأل تقول هل كلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة من مبطلات الصلاة؟ يا أخت هدى بارك الله فيك وهدانا وإياك سواء السبيل، القول آمين بعد الفراغ من الفاتحة للمصلي منفردا ومأموما وإماما سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة ليست من القرآن لا من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها بمعنى اللهم استجب اللهم تقبل، لأن الفاتحة دعاء، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فبعد هذا الدعاء نقول آمين بمعنى اللهم تقبل. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته وأمن من وراءه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل هذه الكلمة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فإذا قرأ الإمام الفاتحة وقال آمين أمنت معه الملائكة، فمن أمن مع من المأمومين مع الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. سمحت فضيلة الشيخ. نعم. عايز أسأل حضرتك الناس المواطنين اللي كسروا مواسير مية الشرب بعد الثورة دخلوا الماء البيوت. عملوا إيه؟ ودخلوا الماء البيوت من غير ما يعدموا في محطة الماء ولا الشبكة. طيب ماشي. واحنا من الناس اللي بنيين بقالنا 3 سنين وكل ما نروح الشبكه نقدم لتسخين الميه ما ليش دخل. نعم. وعلشان فضيله الشيخ محمد حسان قال سلقه المال العام اشد حمانيه من سلقه المال الخاص. نعم. ما لقاش يدخل الميه بيتي بالطريقه اللي الناس دخلت بيه. جزاك الله خيرا. وانا بقى بشيل الميه على دماغي من عند جيراني. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. دخل الميه مش لاقين يدخلوا. زادك الله حرصا. جزاك الله خيرا. طيب ابشري. انا لو سمحت عايز اسال سؤال في الكنترول، ممكن يديني الرقم في الكنترول؟ اديهولك ان شاء الله. تفضلي. كانت الاخت هدى كذلك سالت عن مسافه السفر المسافر، الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فتقول ما هي مسافة السفر؟ الراجح من أقوال العلماء أن المسافة ليست محددة شرعا، لأنه كما قال بعض أهل العلم الله تبارك وتعالى أطلق الضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد هذه المسافة لم يقيدها،
وهو المبين عن الله عز وجل مراده، وكما قال العلماء وما كان ربك نسيا، فما سكت الله عن تحديد المسافة ولا سكت عنها رسوله صلى الله عليه وسلم إحراجا للأمة ولا تعنيتا لها. إذن نقول السفر ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، ما يتأهب الإنسان بالزاد والعدة والمال وينوي فيه سفر فهو سفر. وما حكم القصر؟ اختلف العلماء في القصر في السفر، هل هو رخصة مثل الفطر في رمضان مثل المسافر، يعني يفعلها المسافر أو لا يفعلها؟ فذهب بعض العلماء إلى أن القصر رخصة، فإن أتم فلا حرج، وذهب غيرهم من العلماء إلى أن القصر في السفر واجب، ولا سيما أنه وردت أحاديث وآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، بل الأصل في الصلاة هي أنها ركعتان ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. فالراجح عندنا من أقوال أهل العلم أن القصر في السفر واجب. وإذا دخل المسافر بلدا ونوى الإقامة فإلى كم يقصر؟ أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، أنا داخل بلد ونوي أقعد مدة معينة، بعد كم يوم أتم أو متى ينتهي القصر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر إذا دخل بلدا ناويا مدة إقامة معينة فإنه بعد 3 أيام يتم، وذهب ابن عباس ووافقه كثير من أهل العلم والفقه إلى أنه إذا نوى الإقامة فله القصر إلى 19 يوما، فإذا زاد على ذلك أتم. أما من سافر وليست له نية إقامة وإنما دخل البلد لحاجة فإنه يقصر حتى يخرج منها بإذن الله. وأخيرا سألت الأخت هدى عن قراءة القرآن، هل يصل الأجر والثواب للأموات؟ يعني أنا ممكن أقرأ كده وأقول وهبت الثواب ما قرأت الأموات أموات المسلمين كما يفعله كثير من الناس؟ الجواب أن القراءة من العبادات الخاصة التي لا ينتقل ثوابها من الفاعل من القارئ إلى غيره، فكما أنه لا يصلي أحدا أحد فكذلك القراءة عبادة خاصة ثوابها للقارئ فقط، إلا أن العلماء صرحوا بأن الولد إذا قرأ القرآن فإن لأبويه من الأجر مثل أجره، ذلك أن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وسعى الولد من سعي أبويه فهو إذن في صحيفتهما، فإذا قرأ الولد القراءة وصلى وصام وتصدق وحج وغير ذلك فأعمال الولد الصالحة كلها في صحيفة أبويه إن شاء الله تعالى. أيها أمة الله، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ نعم سؤالين. أنا زوجي عنده محل حلاقة وأنا أعرف إن طبعا حلق اللحى حرام، فيا ريت حضرتك توصل له رسالة إن هو نفسه يطلق لحيته ويمتنع عن حلق اللحى. الطلب الثاني إن هو مش منتظم على الصلاة، وحاولت معاه كذا مرة كتير يعني وبقى يتضايق من كلامي يعني، فيا ريت حضرتك تقول لي واجبي الشرعي إيه وبرضه رسالة أوصلها له يعني. طيب جزاك الله خيرا. نشكر لهذه الأخت الكريمة حرصها على زوجها، هو أولا يعني غير محافظ على الصلاة غير منتظم يعني بيصلي وبيقطع، والزوجة ما شاء الله حريصة على هدايته وحريصة على أن يحافظ على الصلاة، فجزاها الله خيرا، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله، نسأل تعالى أن يدخلنا في رحمته. فشكرا لهذه الزوجة الكريمة المحافظة على زوجها، ولزوجها نقول اتق الله وأقم الصلاة كما أمرك الله عز وجل، فإن الصلاة عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وعموده الصلاة، ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم في التشديد في ترك الصلاة فقال
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نأخذ هذا الاتصال ونعاود إتمام النصيحة لأخينا إن شاء الله تعالى. أيوة أختاه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. يسرى من تونس، أهلا بك. أخي الفاضل، بلي حبيت نسألك ممارسة المرأة للرياضة. ما هي الرياضة بارك الله فيك التي تمارسها المرأة؟ رياضة الجري أو الجيمناستيك أو الإيه؟ يعنيتها ألعاب القوة. طيب وإيش آخر؟ أخي الفاضل، نجمش نتحصل على رقمك؟ من الكنترول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. فنواصل النصيحة للأخ المسؤول عنه الزوج وللجميع المسلمين والمسلمات. الصلاة إخواني عمود الدين، أمر الله بالمحافظة عليها صراحة في كتابه، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد المحافظين على الصلاة بالجنة، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وتوعد الناس اللي هي مش منتظمة في الصلاة، الناس اللي بتصلي وبتقطع ديما، وتوعدتهم بالعذاب، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الناس اللي بتصلي وبتقطع دي عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الذين لا يصلون أبدا والعياذ بالله، فمأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ هذا السؤال يوجهه أهل الجنة يوم القيامة إن شاء الله، هم في أعلى عليين، إلى أهل النار وهم في أسفل سافلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأرجو أن يكون الأخ المسؤول عنه يسمعنا أو تبلغه الرسالة فينفعه الله بها إن شاء الله. وهذا أهم ما في السؤال. أما الأمر الثاني الذي تسأل عنه الزوجة، تقول أنه يعمل في حلاقة ويحلق لحى الرجال، وهي تعلم أن إعفاء اللحية في الرجل واجب وحلقها حرام، فتقول: انصح الزوج أن يعفي لحيته وأن يترك حلق اللحى. أرجو أن تكون رسالة وصلته، وأن يستعين بالله عز وجل، وأن يبحث عن عمل طيب يرزقه الله منه مالا طيبا إن شاء الله. أي يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا أبي. وإياكم. الله يخليك. حضرتك تذكرت الآن أن قراءة القرآن بالنسبة للابن بتوصل للأب. نعم. والصلاة وهكذا. نعم. بيوصل للأم إن شاء الله، ده السؤال. هل بيوصل للأم إن شاء الله؟ أي يا أخ محمد، جزاك الله، قلت للأبوين إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني حضرتك، أنا ليا أخ مش متزوج فمات في الثورة وفي أثناء الثورة. طب أنا عايز أقرأ له قرآن حضرتك، أو أبعت له أي رسالة من الله عز وجل. جزاك الله خيرا. أخوك، أيوة فهمت. أخوك لك أن تتصدق عنه، ولك أن تحج عنه وتعتمر عنه وتدعو له. فهذه الأعمال التي قام الدليل من صحيح السنة على أن ثوابها يصل من الإنسان إلى عامة المسلمين. تتصدق عنه، تحج، تعتمر، تدعو له إن شاء الله. جزاك الله كل خير. بارك الله لك، بارك الله لك. أيها أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، تفضلي. الوقت ما حكم إن واحد يكلم مرات، يعني مرات أخو مراته اللي اسمها عديلته يعني؟ لا، يعني أخو مراته، وهو بيكلم مرات أخو مراته في التليفون، وهو ملتحي الشخص ده اللي بيكلمه. وبعدين والدة الأم والابن، الست والابن اللي هم مظلومين في النص دي، تبتدي عليهم دعوات كتيرة، يعني زعلانة بتعيط. طيب اسمعي يا أمة الله، اسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. كلهن إماء الآن. طيب يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، عندي أسئلة بعد إذنك. أول حاجة، حكم صلاة وناس الأب، دي حاجة.
حكم. الحاجة التانية لو يا أمة الله على رسلك على رسلك ركعتين لله بس أنا بدي على رسلك. نعم؟ رويدا رويدا، ما هو السؤال الأول؟ حكم صلاة وأنا في القطار. الصلاة وأنت في القطار؟ وأنا إيه؟ وأنت في القطار؟ وأنا في القطار؟ ما تقولين؟ ما هو التلفزيون بعد إذنك؟ ما هو سؤالك الأول؟ هل إن يوجد في صلاة وأنا في القطار؟ القطر القطار يعني قطار السكة الحديد؟ ركعتين وأنا في القبر. القبر؟ لا وأنا في القبر. القبر تصلي وأنت في القبر؟ آه. هو هل دخلتيه يا أمة الله بعد؟ لا ركعتين دلوقتي. إيه؟ يا وأنت لو أنا دلوقتي هصلي ركعتين يونسوني يعني في قبر. يعني وأنت حية كده ممكن تنزلي في القبر وتصلي في ركعتين؟ السؤال غير واضح والخط غير واضح. نعم. كانت الأخت الكريمة سألت عن الناس اللي هي بتبني وبعدين عايزين يدخلوا مية، فإجراءات توصيل المية بتتأخر شوية وهم لا غنى لهم عن المياه، فماذا تفعل؟ طبعا لا يجوز للإنسان أن يسحب من المياه إلا بعد الترخيص وتركيب العداد حتى يحاسب عليها، ومن فعل ذلك من فعل خلاف ذلك فلا شك أنه قد سرق من المال العام، ولا يجوز سرقة المال العام. فكذلك الكهرباء وغيرها من المنافع العامة لا يجوز الانتفاع بها إلا في المقابل، والمقابل يكون بالطريق التصريح الرسمي المعروف. نعم. أم محمد بتسأل، ربنا يشفيها وعافيها، تقول حامل وعندها سكري والدكتور نصحها بالفطار في رمضان، تقول هل عليها القضاء والكفارة أم ماذا عليها؟ بارك الله فيك، عليك فقط الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا إن شاء الله تعالى. الأخ حمادة يقول أنه نام بعد صلاة الظهر فلم يستيقظ إلا مع أذان المغرب، يبقى كده نام عن صلاة العصر، دخل المسجد فوجدهم يصلون المغرب فنوى خلفهم العصر الذي فاتته أو الذي فاته بسبب النوم، فلما سلم الإمام من المغرب قام هو فأتى بالركعة الرابعة. نقول لك أحسنت وجزاك الله خيرا، وهذا هو الواجب في حقك إن شاء الله حتى تحافظ على ترتيب الصلاة. أيها أخي سعد، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ حياكم الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وثاني فيه. الله يعزك. آمين. وينصر الإسلام بكم. اللهم آمين وإياك. الله يعزك. والله أحبك في الله. أحبك الله وثاني فيه. شكرا لك. والله سعيد 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 اللي أنا بكلم حضرتك. الله يسعدك في الدارين. والله بحبك في الله وعاوز أقابل حضرتك يا شيخ. حياك الله أخي سعد، أهلا وسهلا. الله يعزك. يا فضيلة الدكتور لو تكرمت، الأخت اللي كانت بتتصل قبلية دلوقتي. نعم. بتقول لحضرتك ركعتين ونس القبر. ونس القبر؟ يعني في الناس اللي هم أمهاتنا الفضلات. طيب طيب أشكرك أخي سعد، جزاك الله خير أنك أنت فهم. عاوز حضرتك يا دكتور الله يعزك. إيه. الله يبارك فيك. الله يكرمك. اتفضل. أنا عاوز رقم حضرتك الشخصي ضروري، وعاوز أقابل حضرتك في بلدك. هل تعرف طيب قريتي؟ لا والله ما أعرفها، يا ريت أعرفها يا دكتور. طيب خد التليفون من الكنترول وكلمنا أخي سعد بعد الدرس إن شاء الله. طيب. يبقى الأخ سعد أشكره على أنه ما شاء الله متابع وبيفهم لغة القوم وبينتبه من أسئلة. الأخت كانت بتقول عايزة تصلي ركعتين ونس القبر، يعني عايزة تصلي ركعتين عشان إيه ربنا يكرمها كده في قبرها ويونسها. يا أخته بارك الله فيك، ما فيش حاجة اسمها ركعتين ونس القبر، يعني ما فيش صلاة مخصوصة كده، صلاة مخصوصة عشان ربنا يونسك في القبر ما فيش، لكن كل عمل صالح إن شاء الله فهو سيؤنسك في قبرك. الصلاة المفروضة والنافلة والصيام المفروض والصيام النافلة والصدقة وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل الأعمال الصالحة إن شاء الله فهي من أسباب الأنس في القبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنس وحشتنا في قبورنا إن شاء الله تعالى. نعم. كذلك الأخ عوض يسأل عن والده أنه لم يستطع صيام رمضان أيضا لنظرا لمرضه الشديد وبلوغه سن الكبر، ف
فقد بلغ 86، فماذا عليه؟ نفس الجواب يا أخ عوض، بارك الله لك في والدك، ونسأل الله أن يرزقنا يا حسن الختام. ليس عليك من حيث والدك إلا أن تطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أيها أمة الله. السلام عليكم طبيب الشيخ. عليكم سعادة الله. يا طبيب الشيخ، أريد سؤال بما يخص قطع الرحم. نعم. كلة الرحم نتيجة عن تصرفات والد الوالد نتيجة التي تخالف شرع الله تماما. من هو المخالف؟ والد الزوج. أيوة. إذا كان مخالف لشرع الله تماما، نعم، وتسبب هذا في قطع الرحم لأولاده مع بعضهم، نعم، وإذا أمكن فضيلة الشيخ الله يخليك رقم الهاتف الخصوصي من الكنترول إن شاء الله تعالى. تفضلي. يا إخواني، الإنسان المسلم الذي به فسوق وعصيان، يعني غير ملتزم بشرع الله، به فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة المعصية. الإنسان المسلم مهما بلغ به فسوقه فلا تقطع رحمه، فلا تقطع رحمه، ولا سيما إذا كان والدا، ولا سيما إذا كان والدا. فالله تعالى قال في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعين فلا تطعهما، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالرحم لا تقطع، ولكن علينا أن احنا ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، بس بالضوابط الشرعية، بالرفق وباللين وبالحلم وبالأخلاق الطيبة، كما أمرنا الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى الأسر إذا وجد فيه إنسان به فسوق أو عصيان أن تترفق به وأن تتلطف به وأن تتودد إليه وأن تزيد في بر وإكرام والإحسان إليه مع الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذه المعاملة الحسنة هي من أسباب استجابته لهم ونزوله عما هو عليه مما يكرهون إلى ما يحبون من طاعة الله عز وجل. نعم. أخت كريمة تسأل عن حكم قراءة المصحف وهي في بيتها، يعني مش لابسة الحجاب. لا شك أن المرأة المسلمة في بيتها تضع حجابها أمام يعني أهل البيت الذين رخص لهم في ذلك، فلا ليس شرطا لقراءة من المصحف أن تلبس الخمار وأن تلبس الجلباب، هذا ليس شرطا. ستر العورة فقط واجب في عند القيام إلى الصلاة، أما قراءة القرآن والأذكار وغيرها فليس ذلك بشرط، وإن كان أكمل، إن كان أكمل أفضل، لكن ليس بشرط. فلا تشقي على نفسك، ومتى وجدت في نفسك رغبة في القراءة فاقرأي بإذن الله عز وجل والله يثيبك. الأخ محمد عبده يقول: ما هي قيمة زكاة شبكة العروس؟ الشبكة اللي هي الذهب الذي يشتريه الرجل لمن أراد أن يتزوجها قبل الزواج، هذه إذا بلغت النصاب، هو تقريبا 86 جرام، إذا بلغت النصاب 86 جرام فحال عليه الحول ففيها الزكاة، والزكاة ربع العشر. يعني مثلا أخي محمد اشتريت مثلا 100 جرام، كل سنة بتقدر الجرام النهاردة سعره كام وتضرب في 100 يعطيك الإجمالي، تخرج عن الإجمالي عن كل 1000 25 جنيه، ربع العشر، يعني عن كل 100 ونص وعن كل 1000 25 جنيه. أي أخ عبد الله؟ السلام عليكم. عليكم سلامة الله. سمعت يا شيخ عبد الله ثلاث أسئلة. تفضل. الأول أنا ما كنتش بصلي. نعم. عمري 34 سنة. نعم. الحمد لله بقيت أصلي من حوالي 7 أشهر أو 8 أشهر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السؤال الأول إن أنا فاتتني صلاة كتير فروحت اعتمرت. زرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزرت بيت الله الحرام وقعدت فيه واتمرت مرتين. نعم. فدوت سمعت ان الصلاه فيه 100,000 صلاه. نعم. بيت الله الحرام. فدوت يمحي الصلاه اللي فاتت عني ولا اغديها؟ ماشي، جزاك الله. الثاني. نعم. السؤال الثاني ان انا لما اقرا قران ساعات بتزنق شويه في الامام على شق اللحيه، فاللحيه بتخليني في المسجد
يعني الناس تزقني على الامامه. انا حافظ بس مش برتب ولا بالتجويد ولا بالاحكام. نعم. فما بقى اصلي يعني القراءه ما تبقاش مظبوطه خالص. نعم. تمام؟ نعم. وما اجي لوحدي برضه اما اجي بقرا القراءه ما تبقاش مظبوطه برضه، ده غصب عني. نعم. يعني مش بارادتي. اي نعم. السؤال الثالث اللي هو بس كده يا شيخ نسيته. جزاك الله خير. واياك. اولا ابشرك واهنئك بتوبه الله عليك، اهنئك بتوبه الله عليك. الاخ عبد الله يقول عنده 34 سنه ما كانش بيصلي، من 8 شهور او اكثر او اقل بدا يصلي. ابشرك يا اخي واهنئك بتوبه الله عليك، واسال الله تعالى لك الثبات على الدين وعلى الطريق المستقيم ان شاء الله تعالى. الاخ عبد الله بيقول 34 سنه ما صلاش، طلع مثلا 13 قبل البلوغ مثلا، يبقى 20 سنه كانت الصلاه واجب عليه ما صلاش. الرجل تاب إلى الله واستقام وندمان على فات، والندم توبة، ومن شروط التوبة الندم على الذنب. فالرجل ندمان فعايز يعمل حاجة يدرك بها ما فاته من الصلوات، فذهب للعمرة، وطبعا بروح عمرة، في العمرة بتكون في مكة وبيزور المدينة، فصلى في المكة والصلاة في مكة خير من 100,000 صلاة، وصلى في المدينة والصلاة فيها خير من 1,000 صلاة. أما يضرب بقى شوف صلى كم ما في 100,000 وكم في 1,000، يا ترى بقى الالوفات دي كله تعوضوا عن اللي فات؟ نقول لك يا اخي عبد الله جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا، ما فات لست مكلفا به ولا بقضائه ان شاء الله، عفى الله عما سلف، ها عفى الله عما سلف، تبت فتاب الله عليك ان شاء الله، وان شاء الله ما فعلته في العمره من صدقه وصلاه واعمال صالحه فهي في صحيفتك ان شاء الله. يقول أيضا إن هو الآن لما ما شاء الله تاب إلى الله أطلق اللحية فيخش المسجد، الناس يقدمون الصلاة، ولسه رجل مبتدئ يعني ما أتقنش حفظ القرآن ولا قراءة القرآن. أنصحك يا أخي عبد الله بارك الله فيك أن تعتذر للناس، تقول يا إخواني يا أم القوم أقراهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أنا لست أقراكم، فتقدم من تظنه الأقرأ إن شاء الله. أما قراءتك لوحدك في خارج الصلاة حتى تتعلم لا شيء عليك، حتى تتعلم لا شيء عليك. قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفر الكرام بررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه هو عليه شاق له أجرا. نعم. أي أم آلاء، السلام عليكم. عليكم سلام الله. فضيلة الشيخ ممكن أسأل حضرتك بس سؤالين؟ تفضلي. أنا والدتي ست كبيرة في السن ومريضة السكر وجلطة وضغط وكده يعني. نعم. فهي دلوقتي مش بتصلي، وأنا بحاول أقنع فيها مش راضية، تقول إن ربنا عالم بحالي وبمرضي ويعني هي فاكرة إن ربنا هيسامحها. نعم. وأنا مش عارفة أقنعها إزاي. نعم. ده أول سؤال، وتاني سؤال حضرتك أنت جاوبت عليه كذا حد في إن هي ما فترتش فترة شهر رمضان. نعم. طب إحنا دلوقتي ما طلعناش فلوس ولا طلعنا حاجة يعني. نعم. ما معناش، فينفع نطلع كل شهر مبلغ؟ طيب اتفضلي، اتفضلي اسمعي الجواب. الأخت أم آلاء تقول إن والدتها مريضة، نسأل الله لها الشفاء والعافية، عندها أمراض كثيرة، نسأل الله لها والمسلمين الشفاء والعافية. فبتقول هذه الوالدة المريضة لا تصلي. يا أمي صلي، تقول أنا مريضة. يا أختاه المرض لا يسقط الصلاة عن المريض، المرض لا يسقط الصلاة عن المريض. النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه صفة الصلاة، قائما أو قاعدا أو على جنب. الطهارة بنتوضأ مش قادرين نتيمم، يبقى إذن الصلاة ليس هناك عذر يسقطها خالص إلا بالنسبة للمرأة الدورة الشهيدة معروف، لكن أي مرض لا يسقط الصلاة عن المريض. فخليك يا أم آلاء مع والدتك بالراحة، ويريد مثلا تتعاملي تسألي هذا السؤال مثلا وأمك جارك عشان تسمع الفتوى من العلماء عشان تنتفع بها إن شاء الله. خليكي معاها وألحي عليها، وحتى لو لم تسمع الآن بينيها أن أنا سألت يا أمه وعرفت أنه لا يجوزك أن تترك الصلاة، صلي يا أمي على مهلك حوضيكي، صلي وانت قاعدة، صلي وانت نايمة، ربنا يرزقك حسن الختام، رغبيها في الصلاة لعل الله أن يتوب عليها إن شاء الله. وأما الأيام التي أفطرتها في رمضان فكما ذكرت عليك الفدية، الفدية يا أختها سهلة جدا جدا، يعني كل يوم لو أطلعت عن كل يوم كيلو ونص رز يكفيك خالص، يبقى 30 يوم حوالي 30 كيلو رز أو 40 كيلو رز مش كتير إن شاء الله، وعجلي بذلك تبرئة للذمة. نعم. السلام
أي أخت أسماء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت اتخانقت أنا وزوجي قبل العيد بثلاث أيام، وقال لي أنت دلوقتي زي أختي لحد ما يخلص في العيد وإيه وأشوف لي صرفة وإيه، ومش عايزة أقول لك الكلمة اللي بتفرع عشان أنا يعني عشان الولد وكده. فما حكم ذلك؟ بس هو ما يعرفش أي حاجة، لا ظهار ولا أي حاجة من الحاجات دي، وما يعرفش إلا الطلاق. هو ما كانش في نيته الطلاق. يا أسماء، أنا حكم كلمة أنت زي أختي. ما يا أسماء، هو قال لك أنت من دلوقتي محرمة عليا زي أختي؟ لا، ما قالش محرمة ولا قال أنت طالق. وقال لك أنت زي أختي؟ آه، بس لأنه هو كان تعبان نفسيا من، فهو يعني كان عايز يستريح منه، فقال لي إيه يعني أنت زي أختي دلوقتي لحد ما يخلص العيد، حتى حددها بالأجل ده. طيب تفضلي. كلمة الرجل لامرأته أنت مثل أختي فحرمها عليه مشبهها بأخته. اختلف العلماء في الظهار، هل هو قاصر ومختصر على تشبيه الرجل امرأته بأمي فقط، أن يقول أنت علي كظهر أمي، أو بالبلد كده أنت زي أمي، ها؟ ولا أن يشبهها بأي امرأة من محارمه فتلحق الأخت والخالة والعمة. الراجح أن الظهار يقتصر فيه على التشبيه بالإيه؟ بالأم فقط، من باب التيسير على الناس ودفع الحرج. وعليه إذا شبه الرجل امرأته بأي امرأة من محارمه ففيه الكفارة الصغرى، وهي إطعام 10 مساكين بإذن الله عز وجل. ونسأل الله أن يصلح ذات بينكم. يا أم نعمة. أيوة، السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وإياكم. نعم، وأنت طيب. وأنت صحة وسلامة. بارك فيك ويديك الصحة يا رب. آمين آمين وإياكم. الله يبارك فيك. والله أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا ليا ولاد أخويا يعني يجوا 7 ولا 8، هم أبوهم وأمهم ميتين، وأنا قاعدة في مصر، هم في القليوبية. فطبعا انا كنت لما اقدر اديني كنت بروح لهم، بس انا ظروفي الماديه ما تسمحش ان انا اروح لهم، فهم بيتصلوا بيا كتير وعمتي تعالي، انا ببقى نفسي ويعلم الله انا نفسي اروح لهم والله، بس انا ما امتلكش اي شيء ان انا اروح لهم بيه، وكل واحده في بيت جوزها، فما ينفعش ان انا اروح فاضيه، الكتف ما اقدرش اروح كده. فهم من كسوفي منهم ساعات انا ما بردش على التليفون، انا كده بقطع للرحم ولا انا ببقى غصب عني وزعلانه جدا والله ويعلم ربنا. طب اتفضلي يا ام نعمه. الله يبارك فيك يا رب. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. الأخت أم نعمة حقيقة أثارت ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع، وهي قلة الزيارات والقطيعة بين الناس، بين الأقارب والأرحام وبين عامة المسلمين، وذلك بسبب ما ذكرت أن هي فقيرة وما تقدرش تروح بدون ما تشيل حاجة معاها، يعني عشان تروح تزور واحدة قريبتها لازم تاخد حاجة في ايديها وهي فقيرة ما تقدرش. حقيقة دي ظاهرة اجتماعية خطيرة فرقت الناس وضيعتهم وقطعت الاتصالات بينهم. يا إخواني، التواصل والتزاور والمحبة أمر عظيم جدا. في الحديث يقول تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. قد قال العلماء في أداب الزيارة: من خفت كلفته دامت ألفته، ومن قلت مؤنته دامت مودته. من يوم ما الناس ربطوا نفسهم بالزيارات بالهدايا، عشان أزور أختي لازم أشيل وأنا رايح، ومعقول هخش على أختي كده فاضي؟ قلت الزيارات، لأن مش معقول هزورها كل يوم ولا كل أسبوع، أنا شايل ولا كل شهر. فبسبب يعني الحرص على الشيل ده الناس فقدت الزيارات وانقطعت الصلات. عايزين نتذكر: من خفت كلفته دامت ألفته، من قلت مؤنته دامت مودته. عايزين نتزور لله وفي الله من أجل المحبة فقط والاطمئنان بعضنا على بعض، وبعدين يعني لما تبقى في هناك أما بقى مستطيع أخذ، مش مستطيع مش مشكلة. وعدم ردك عليهم لا شك أن هذا تقصير، فرد عليهم إذا اتصلوا بك، جزاهم الله خير، إذا اتصلوا بك رد عليهم وأكرميهم ولو بالسلام والرد، جزاك الله خيرا. أي يا أختي آلاء. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. شيخ، بس بالنسبة لإزالة
الشعر الزائد حول الحاجبين من دون المسألة بشعر الحاجب. نعم. هل هذا حلال أم حرام؟ طيب تفضلي. أي أخ رضا؟ السلام عليكم. عليكم سلام الله. والله إني أحبكم في الله. أحبك الله ونثنى فيه. معلش سؤال يا شيخ. أمر. أن هل يمكن إخراج مال الزكاة كمصاريف للتلاميذ الفقراء علما بأن المصاريف المدرسة عبارة عن جزئين، جزء ملابس وجزء الكتب، مصاريف المدرسة العادية؟ نعم. طيب جزاك الله خيرا. الله يخليك. أيوه. أي أخي محمد. نعم يا أخي. تفضل. السلام عليكم. عليكم سلام الله. كيف حالك يا شيخ العزيز؟ نحمد الله إليكم. أطال الله عمركم على طاعته وحسن عبادته. اللهم أمين وإياكم والسامعين. عندي لكم سؤال يا شيخ، ولكن قبل هذا أدعو لي بالثبات على دين الله وطاعته. أسأل الله أن ييسر أمرك. واعلموا أنكم يا شيخ لستم علماء مصر بل علماء الدول الإسلامية كلها. وأشهد الله أني أحبكم في الله. ربنا يبارك فيك أخي محمد، لنا خيرا من ذلك إن شاء الله تعالى. أما السؤال فأرجو أن تنصت حتى أكمل جزاكم الله خيرا. ما هو السؤال؟ أنا شاب مغربي أبلغ من العمر 26 سنة، وأنا أعمل في الحكومة المغربية، وهذا المجال الذي أعمل فيه يمنع في الزواج إلى أن تتم 6 سنوات في هذه المهنة. مفهوم يا شيخ؟ نعم. وهذا صعب بعض الشيء، فلا يحق لي توثيق العقد، أي عقد الزواج في المحكمة. نعم. الشاهد أني أسألك إن كانت هذه المرأة يعني بعد سماعك للقصة هي زوجتي على سنة الله ورسوله، يعني كنت في البلد الذي أعمل فيه وطلبت من والدي أن يخطب لي فتاة هي جارتنا، فخطبها لي، وفي أثناء الخطبة جاء بالفقيه، والفقيه عندنا هو رجل يؤم الناس في المسجد ويحفظ كتاب الله، فحضر وقرأ الفاتحة أمام الشهود، وذلك يسمى بعقد القران والله أعلم. لا يا أخي محمد، يا أخي محمد قراءة الفاتحة مش عقد نكاح. عقد نعم النكاح أعلم وهذا خطأ عندنا. نعم عقد النكاح محمد معروف أركانه الإيجاب والقبول وشروطه الولي والشهود، يقول زوجتك قل قبلت في محضر الشهود. نعم نعم سأكمل، سأصل إلى هذا يا شيخ. إيه تفضل. نعم يا شيخ. تفضل أخي محمد. أحيطكم يا سيدي علما بأن هذه الفتاة أمها مطلقة، وهي تسكن يعني أي هذه الفتاة تسكن مع أمها وجدتها. هون عليك وهات خلاصة السؤال أخي محمد، بلاش القصة الطويلة دي حتى تهون على نفسك، هات سؤالك. نعم لقد وصلت إلى الخلاصة. نعم اصبر اصبر تفضل. يعني هذه زوجتي تسكن مع أمها وجدتها، أما أبوها فيوجد في مكان آخر. نعم. يعني والذي حضر في هذه الخطبة هو جدها. نعم. ولي أمرها. نعم نعم. لكني لم أعتبر أن هذا الزواج إنما هو وعد فقط بالزواج، ولكن حين عودتي إلى بلدي دعوت عائلتي وعائلتها إلى وليمة كبيرة قرأ فيها القرآن، وأحضرت والدها ظنا مني أنه هو ولي الأمر، فأعطيتها صداقها أي الصداق حتى أحلها، فطلبت من أبيها أن يعقد ما يسمى عقد القران وهذا غير صح، أي يعني قراءة الفاتحة إلى ذلك أمام هذا الفقيه والشهود، أي أن الفقيه كان عندما يتم قراءة القرآن والفاتحة يقول لي لأبيها هل ترضى بأن يتزوج فلان ابنتك، وكان أبي هو ولي أمري، لم أحضر أنا، كنت في مكان آخر في غرفة أخرى، فكان أبي يعني كان الشهود وأبو هذه الفتاة وأبي، وكان يقولان ما تقول الآن هل ترضى بزواج ابنك من هذا الابن من فتاتك، فكان يقول نعم زوجتها فتاة القصة فهل تحل لي هذه الفتاة؟ يعني قال زوجتها فلانا. نعم. إذا قال زوجتها هذا هو الإجاب أو القبول، ووليك قد قبل فهذا هو العقد، هذا هو العقد. نعم. إذن الزواج صحيح إن شاء الله ما دام تم إيجاب وقبول في محضر الشهود والولي، تم العقد الشرعي بشروطه وأركانه الإيجاب والقبول والولي والشهود. بارك الله لك. نعم. عدد الشهود يا شيخ؟ نعم
بالنسبة لعدد الشهود. الشهود مادني، ما انت دعوت عائلتك وعائلتها، مش الناس كلها حاضر، مش الناس كلها حاضرة. انا هنالك. نعم نعم، ليس الحضور كله، يعني دعوتهم للوليمة فقط، ان اثناء ذلك العقد فكان يحضر اظن 6 رجال. احنا عايزين بس الشهود 2 بس يا اخي محمد، الشهود 2 بس يكفي، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يعني ما دام لو في 2 بس تم مع مع الوليين تم العقد ان شاء الله تعالى. بارك الله لك ويسر لك امرك. نعم. اخت مسلمه تقول انها لبست النقاب من 8 سنوات وعايزه تقلعه دلوقتي. سبحان الله يا أختي، بارك الله فيك. الإنسان يتقدم لا يتأخر، من 8 سنين وانت لابسة النقاب والآن عايز تخلعيه. المفروض أنك أنت تزداد إيمان ويقوى اليقين في قلبك وتتقرب من ربك أكثر وأكثر. إثبتي ثبتك الله، وأكثري من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تقلع النقاب واثبتي، ربنا يسترك في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أيها أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة. تفضل. أقول لحضرتك من شوية. بسورة الرحم. نعم. أنا أعمامي ليا عمين وعمتين. نعم. عمين دول ما بيسألوش خالص. مالهم؟ ما بيسالوش عننا خالص. انا ما حتى ارقام تليفوناتهم مجرد غيرت التليفون. أيه. يعني بتتفتح. أيه. من عندي. نعم. عمتي واحده بس بتودينا ساعات بتجيلنا. نعم. هي اللي انا بودها، ولما بصدق مثلا لما توصل عندنا البيت بيت العيله بروحلها جري. عمتي الثانيه ليها 3 بنات دولت من قبل ما والدي يتوفى، والدي ووالدتي متوفيين. نعم. من قبل ما والدي يتوفى وهي مقطعانه هي وبناتها، ما وبناتها حتى ما اعرفش اشكالهم ولا شكلهم ولا عمري شفتهم. انا شفت عمتي واحده وهي مريضه، مره واحده وهي مريضه ومش قادر اوصل لها لحد دلوقتي، حتى لما رجعنا نخبط على الباب بناتها يطردونا. نعم. وما يرضوش يفتحوا لنا الباب. نعم. وبالنسبه للخلان، انا ليا خالين متوفيين. نعم. واولادهم موجودين برضه ما بيودوش. نعم. وبصراحه يعني لما اروح اودهم يعني بيكون ليهم طلبات فوق طاقتي. نعم. وطلبات محرجه، يعني انا ما يعني انا من النوع اللي بتحرج، ممكن يطلبوا مني حاجات واحضر ونام واختفي بعد كده واتحرج ارد عليهم بعد اسم كده. اسمع الجواب يا اخ عبد الله، اسمع الجواب. يا ام ناديه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا شفت، انا حلمت حلم اني حامل، وبالطبع انا حامل، حلمت ان ابي يحمل ابن تاعي ويناديه باسم يوسف. نعم. وأنا لم أعرف أني عندي ابن. نعم. حتى دلوقتي عرفت أني حامل بولد. نعم. ويناديه يوسف. نعم. ما حكم الشرع هل أسميه يوسف وأبي ميت؟ طيب. وأنا أقول لأمي لماذا أبي ينادي ابني يوسف؟ تفضل. أنا لم أسميه هذا الاسم. طيب تفضلي. وهو يناديه يوسف. ماشي يا أم يوسف، تفضلي. ما حكم الشرع في هذا؟ هل أسميه يوسف؟ تفضلي اسمعي. زوجي لا يعترض على هذا الاسم. طيب تفضلي اسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. الأحلام يا إخواني لا تتعلق بها أحكام دنيوية، يعني لا وجوب ولا استحباب ولا حرام ولا غير. واحد شاف في المنام واحد بيقول له كذا، بل بعضهم بيقول انا شفت الرسول بيقول لي كذا. يعني الاحلام لا تنبني عليها احكام. الاخت مناديه حامل وشافت ودها في المنام بينادى على ابنها بيقول له يوسف، هل هذا ملزم انها تسمي ابنها هذا يوسف؟ ليس ملزما، بيقول جوسها موافق ما عندوش مانع نسمي يوسف، نسمتي يوسف. يوسف اسم جميل، اسم نبي كريم، ابن كريم، ابن كريم عليه الصلاه والسلام. اذا سمتي يوسف لا باس، وان لم تسميه ايضا لا باس، الامر واسع والحلم هذا ليس ملزما لك بهذه التسمية، ونسأل الله أن يتم عليك بخير. نعم. الأخ أيوب، نسأل الله لنا وله السلام والعافية، يشكو من شكوى يشكو منها كثيرين، بيقول أنه بيعاني من وسواس يأتيه
بشبهات كثيرة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بذات الرب عز وجل. يا أخي أيوب بارك الله فيك، هذه الوساوس من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، من خلق كذا فيقول، فيقول فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك، فمن وجد منكم شيئا من ذلك فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخ أيوب عافاك الله وأمثالك، هذه الوساوس اعلم أنك لست مؤاخذا بها ولا محاسبا عليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فأي أخ من إخواننا أو أي أخت مسلمة بيعانوا من هذه الوساوس، عليهم أن يحافظوا على الصلاة، وأن يحافظوا على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وأن يكثروا من الأذكار المطلقة، وأن يكثروا من قراءة القرآن، فإن ذكر الله هو أعظم شيء يطرد الشيطان. الله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بأنه الوسواس الخناس، فهو لا يوسوس إلا ساعة غفلة الإنسان عن ربه، فإذا ذكر الإنسان ربه خانس الشيطان. فأكثر من ذكر الله والله يعصمك من الشيطان إن شاء الله تعالى. أي أخت فاطمة؟ السلام عليكم. عليكم سلام الله. لو سمحت أنا بنتي ما بتخلفش. نعم. ودلوقتي هي عايزة تتبنى بنت. نعم. إن شاء الله لو اتبنت بنت ورضعتها. نعم. هل هي تبقى محرمة، البنت محرمة على جوزها ولا لأ؟ ترضعها منين؟ ما هي مش مخلفة. ما قالوا في حقنة تنزل لها اللبن. آه. طيب اتفضلي. حقنة تنزل لها اللبن، أيوة. اتفضلي. أيوة. الأخت الكريمة تقولنا لها بنت من بناتها لم ترزق الذرية بعد، ونسأل الله تعالى أن يرزقها إن شاء الله، وربك على كل شيء قدير. تقول هي تريد أن تتبنى بنتا. التبني هو أن يأتي الإنسان بولد ليس من صلبه ثم ينسبه إليه، يعني تجيب بنت من أي مكان أو ولد من أي مكان، ملجأ أو غيره، وبعدين تطلع الله شهادة ميلاد فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان وأمها فلانة. هذا هو التبني الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لكن لو طلعت أي اسم، طلعت شهادة ميلاد لهذا المتبنى بأي اسم لا ينسب إلى الزوج ولا الأم لا بأس، هذا مش تبني بقى، هذا اسمه كفالة، اسمه كفالة. فبتقول هي حتجيب بنت، وبعدين البنت بقى هتكبر إن شاء الله، والزوج هيكون موقفة منها إيه؟ فبتقول هي في حجن الآن في الصيدليات تعطى المرأة فيدر لبنها، فإذا أرضعت هذه البنت خلاص بقت حرمت إن شاء الله تعالى. وإن كان عندي نظر فإن هذا اللبن يعني ليس للزوج به علاقة، لأن لبن المرضعة الذي نزل مع ولدها الذي حملته من زوجها، هذا الرجل سبب في هذا اللبن. أما هذا اللبن الاصطناعي اللي حتاخد حقنة عشان تنزله، ليس للرجل فيه نظر، ليس الرجل فيه سبب أو العلاقة، فلذلك لا أستطيع أن أقول الآن تثبت العلاقة أو تثبت الحرمة بهذا. فهذه المسألة بحاجة إلى بحث من فقهاء المسلمين، نسأل الله لنا لكم الفقه في الدين. نعم. أي أم محمد؟ السلام عليكم. عليكم سلام الله. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت حلم من يومين إن أنا الرسول عليه الصلاة والسلام واقف لابس جلابية بيضة وطويل، يعني طوله مش طويل قوي ومش تخين، لابس جلابية بيضة وطقم سودا، وواقف ساكت يعني في حتة واسعة كده قوي ومنورة، وفي ناس واقفين، يعني أنا واقفة بين يكون أنا يعني واقفة قصاده بس في بينا مسافة كده هو، وحد بيقول لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام اتقال له إن هو يتجوزك، فأنا واقفة، أنا زوج اسمه هيثم، فبقلت لهم لا يعني أنا عايزة هيثم. طيب يا أم محمد اسمعي الجواب إن شاء الله، تعالى. يا إخواني، صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني شمائله عليه الصلاة والسلام وصفاته الخلقية، يعني كيف كان طوله، كيف كان لونه، كيف كانت عينه،
يعني كيف كانت لحيته، كيف كانت اكتافه وصدره، الكلام ده كله موجود في شمائله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الثابتة. فإذا رأى الإنسان في منامه شخصا قيل أنه رسول الله، قلنا له صف لنا من رأيت، فإن وصف الصفات المطابقة للشمائل والمناقب والصفات الخلقية الموجودة في الكتب نقول له أبشر قد رأيت رسول الله إن شاء الله وتراه في إيه إن شاء الله يوم القيامة. أما يجي واحد يقول أنا لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم طويل ولبس أبيض فأبيض ودقنه بيضة ومش عارف إيه، نقول له هذه أشياء مش صحيحة. فيا إخواني الأحلام يعني ملخصها من رأى خيرا فليحمد الله وليسأل من خيره، ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الرجيم فإنها لا تضره. حقيقة الآن احنا عندنا اهتمام بالغ، اهتمام مبالغ فيه جدا بتفسير الأحلام. يا ليت عندنا جزء من هذا الاهتمام بتفسير القرآن الكريم. يعني ما شاء الله كل يوم واحدة تقول أنا شفت في منام، واحد يقول أنا شفت منام، ما شفناش يعني الأسئلة عن تفسير. واحد ما قالش أنا بقرأ آية وما فهمتهاش، قرأت الصورة من قصار الصور ما فهمتهاش. عايزين نهتم بتفسير القرآن اللي هو ده اللي حينفعنا. أما تفسير الأحلام فموجزها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الأحلام إما رؤيا خير فهي من الله، وإما غير ذلك فمن الشيطان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم في يقظتنا وفي منامنا. نعم أي أخ أحمد. يا أخ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أيوة معك محمد من بني سويف يا شيخ. حياك الله يا شيخ محمد، ربنا يعزك يا شيخ عبد العظيم. معلش أنا عندي بس مشكلة عايز أخد بس استشارة حضرتك فيها. اتفضل. طيب أنا دلوقتي عندي حضرتك ربنا رزقني يعني أخويا وكده هوت يعني مش كويس وكده يعني غلب يعني إيه أتكلم عليه كلام يعني اللي هو إيه مش كويس، واخد بالك يا شيخ؟ عندك إيه؟ ادعي لي يا شيخ، عايزك تدعي لي يا شيخ ان ربنا يعني يخلي اخويا يبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يهديه. عنده اصحابه من اصدقاء السوء، ربنا يهديه يعني ويصلح حاله. كان نفسي يبقى ليه اخ كويس في الدنيا وطالما احنا عندنا شباب زي كده يا شيخ بيشربوا الحاجات ديت بيتهيألي. ندعي له وانت تدعي له ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يهدي جميع الوصاه والضالين ويردهم الى الدين ان شاء الله باذن الله. نعم يا أم غفران، غفر الله لنا ولك والمشاهدين. يا رب يا رب الأمين. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ده برضو حلم بس إيه يعني أنا يعني حضرتك اسمعه وقول. أنا ما عنديش حقيقة علم تفسير أحلام. هقول لحضرتك إيه؟ هو الموضوع رسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس ما تقوليش اعرفك. يعني اللي قبلك كانت من عند الرسول وانت بقى من عند ربنا مباشرة كده. اسمع حضرتك، البنت بتقول لي يا ماما انا شفت في الحلم كنت شايله الهم واقفه في مكان ضلمه، جالي واحد برساله، بفتح الرساله لقيت مكتوب فيها 4 ديسمبر يغفلون، وبعدين سمعت صوت بيقول لي يا غفران لو انت عايزاني اقفي على مكان عالي وقولي 4 ديسمبر يغفلون. قالت لي يا ماما المكان اللي انا كنت فيه كان عالي، فقلت 4 ديسمبر يغفلون، ببص لتحت لقيت برج قالي ساعة مدورة وعمارتين من الجناب والدنيا سودة والناس سودة وماشية في كل مكان والسماء حمرة زي الدم وفيها تشبيحات بيضة. حلو يا شيخ؟ ماشي. الحلم اللي بعده شافت حلم تاني نفس الصوت قال لها يا غفران لو وقفت على أي مكان وقلتي 4 ديسمبر يغفلوا. ماشي يا أبا حمزة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. حياك الله شيخ. حياك وبياك. أشهد الله أني أحبك في الله. أعز الحبايب، غفر الله لكم. أحبك الله ربنا فيه. شيخ أنا عندي سؤال، يعني كان ضار بيني وبين أخي حوار هنا. يعني ملوش علاقة بالأحلام يا أبو حمزة؟ لا ملوش دعوة بالأحلام، هو تفسير الآية. تفضل. يعني هنا في الأردن يقولون للرجل زلمة. أيوة. تمام؟ ويجمع زلمة أزلام، فقال لي أخي إن بعض الإخوة طلاب العلم قال له بأن أزلام ذكرت في القرآن مذمومة وحرام أن تقول لأحد يا زلمة. أي. وهذه الكلمة شائعة جدا، حتى إذا خطبت واحد من الأردنيين وقلت له يا رجل لعله يستنكر عليك، أما إن قلت له يا زلمة فأنت تصفه بالرجولة. حياك الله يا زلمة.
الله عزك يا مولانا. فهل يعني هذا اللفظ يعني منكر لا نقوله لانه ذكر في القران مذموما ام ماذا؟ لا ما لاش علاقه بالازلام يا ابو حمص، الزلمه ما لاش علاقه بالازلام ان شاء الله. نعم جزاك الله خير. حياك الله يا مرحبا بك، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اي امة الله. اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك بس مجموعه من الاسئله. اتفضلي. اول سؤال، انا اخي ان شاء الله سيرزق وليد يعني ان شاء الله ولد في العيد الكبير، فهو كان عايز يسال هل ينفع يعني مثلا لو هيشترك في بقره ان ياخذ ثمن البقره كاضحيه والثمن اخر كعقيقه لابنه؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز للمراه ان تبيت لوحدها في شقه بدون الأب أو الأم وذلك لظروف معينة يعني، وإذا أمن حالها في هذه الشقة يعني لظروف معينة هتبيت لوحدها، هل يجوز ده ولا لا يجوز؟ في بيتها ولا في سفر؟ في بيتها. طيب تفضلي. في بيت أبيها يعني. ماشي. ولكن أبيها وأمها غير موجودين. طيب تفضلي تفضلي. حتى لو ليها أخت مثلا أو أخ في نفس في القاهرة مثلا، هي مش بتحب تبات عنده. طيب اتفضلي. تبيت وحدها يعني. مش هل عندك هل عندك سؤال ثالث؟ أو لا يجوز. هل عندك سؤال آخر؟ نعم. عندك سؤال آخر؟ السؤال الأخير يا شيخ ربنا يبارك لك، بالنسبة للصبغة يعني هل يجوز صبغة الشايب يعني بالأسود؟ وجزاك الله كل خير. وياك. الأخت أمة الله بتسأل هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ يعني إن شاء الله سيرزق أخوها ولد بإذن الله في العيد الكبير عيد الأضحى، فهل يجوز أن يشترك في بقرة بالسبع عن الأضحية والسبع عن العقيقة؟ لا، العقيقة قالت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه، أما في الأضحية فعن كل أهل بيت شاه، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو في جمل. فأخوك إذا أراد أن يضحي بالاشتراك في البقرة بالسبع، هذا السبع يجزئه عن الأضحية، أما العقيقة فيلزم إن شاء الله أن يعق عن غلامه بشاتين متكافئتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل شيخ. أنا مفضل. حياكم الله مرحبا. من المعلوم يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم. من المعلوم يا شيخ أيضا أنه في الغالب لا تكون المعصية إلا في خلوة. نعم. فكيف أتجنب الوعيد الوارد في هذا الحديث؟ طيب تفضل أخي محمد. جزاك الله خير. وإياك. كانت أمة الله أيضا تسأل عن مبيت المرأة في بيتها، في بيتها في شقتها مثلا، وليس عندها أحد من أهلها، أمها وأبوها على سفر مثلا، واضطرت هي أن تبيت وحدها. إذا كنت يا أمة الله في بيتك وأمنت على نفسك وعرفت أن في هذا البيت أمن تام فلا بأس بذلك، ولا سيما أنك مضطرة. وأما إذا خفت على نفسك بأن كنت في بيئة مثلا ما فيهاش أمن ولا أمان، أو خفت من عدوان عليك أحد، فلا تتركي نفسك عرضة للهلاك. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتسأل أخيرا عن صبغة الشيب بالسواد، لا يجوز صبغ الشيب بالسواد. فلما كان يوم فتح مكة أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه وشعره أبيض كالثغامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فشيب الشعر في لحية الرجل أو في رأسه أو في رأس المرأة يصبغ بأي لون غير السواد. الأخ محمد يقول في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة برجال أو بأناس لهم حسنات كأمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابة خاف، قال من هم دول يا رسول الله؟ قال قوم من بني جلدتكم يصلون صلاتكم ويصومون صومكم إلى آخره،
ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فبيقول أخي محمد ما هو الإنسان والحمد لله المسلم ما بيرتكبش الحرام إلا في الخلوة. الحمد لله ربنا يحفظ بلدنا من الجهر بالسوء، ما يقفش واحد في الشارع كده ويعمل منكر، الحمد لله. فبيقول يعني يعمل إيه؟ يا أخي محمد استعن بالله عز وجل واستحي من الله حياءك من رجل صالح من قومك. دايما قل الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي، الله مطلع علي. فقد وصل النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله ومراقبته حيثما كنا، فقال اتق الله حيثما كنت. فإذا استحضرت معية الله سبحانه وتعالى لك واطلاعه عليك ونظره إليك، إن شاء الله هذا الاستحضار يحول بينك وبين انتهاك محارم الله. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم خشيته في السر والعلانية. نعم يا أم يوسف، يا أم يوسف انقطع الاتصال خيرا إن شاء الله تعالى. تسأل أم محمد تقول: هل يجوز صيام الستة من شوال قبل قضاء ما عليها من رمضان؟ المرأة دائما غالبا ما لم تبلغ سن اليأس تأتيها الدورة في شهر رمضان، ومتوسط الحيض عند النساء 5-6 أيام 7 أيام. فالمرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية، بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فهل تصوم 6 شوال وعلى مهلها تبقى تقضي ما عليها أم ماذا تفعل؟ الراجح عندنا أن على من كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر بعد زوال العذر الذي جعله أفطر في رمضان بما قضاء ما عليه أولا، بقضاء ما عليه أولا. ثم إذا اتسع الوقت وكانت عنده استطاعة أن يصوم 6 من شوال كان نورا على نور وخيرا على خير، وإلا فحسبه أنه تقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الفريضة أولا، والله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والأعمار يا إخواني مش بدينا، الأعمار مش بدينا. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. افرضي يا أم محمد أنك أنت صمت 6 شوال وأخرت ما عليك من رمضان وجاء الموت، ماذا نفعل؟ نموت مدينين لله؟ من كان عليه دين لا تجوز له الصدقة، الأول يقضي الدين وبعدين يتصدق. نعم أي يا محمد لو سمحت يا شيخ. تفضلي. عندي طفلة صغيرة عندها 12 سنة. نعم. بتعاني دايما من ألم في سلسلة الظهر وصداع وألم في الذراع وصداع مستمر وبكاء. نعم. دي نتيجة إن هي بتستمع لوسواس والعياذ بالله، وسواس يعني شيطاني ليوسوس لها بالكفر دايما والعياذ بالله. والحكاية دي لمدة لها بتاع شهرين كده معاها. طيب. قرأت لها سورة البقرة على المية ورقيتها الرقية الشرعية. تشفى لمدة أيام. ويعاود الوسواس تاني والصرار في الوجه وعدم أكل وبكاء شديد متواصل بسبب وبدون سبب. طيب. فأنا عايزة أستحلفك بالله يا شيخ. أعرف ناس قالوا لي ده مس شيطاني والعياذ بالله، نتيجة أنها اتضربت في الحمام أو وقعت الله أعلم يعني. طيب. وديتها لكذا شيخ بيعالج بالقرآن، قال لي ده مس أو نفخ من الشيطان. ماشي. ورغم انها تحفظ من القران 6 أجزاء أو 7 أجزاء ربنا وتحافظ على الصلوات الخمس واذكار المساء والصباح بصفه مستمره. طيب. وبتروح المكتب هنا عندنا يعني في القريه. اتفضلي يا ام محمد. ايوه. اسال الله العظيم رب العشر ان يشفيها ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. ما دامت البنت والحمد لله مع صغر سنها تحفظ القران وتصلي وتقول اذكار،
أبشر يا أم محمد واستمر معها في الرقية كما تفعلين، وخليها كمان هي تستمر في قراءة الأذكار وقراءة المعوذات، والله يشفيها. وأنت تعلم أن لابد من الصبر. جاءت امرأة سوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. يعني بيجي لها صرع فبتقع على الأرض تتكشف، ودي امرأة حرمة، فأدعو الله لي بالشفاء. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما رأت المرأة أن جزاء الصبر الجنة قالت: أصبر ولكن إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدع الله لها. فنحن يا إخواني عند البلاء نأخذ بالأسباب، الأسباب الشرعية كلها، سواء منها العلاج الروحي بالأذكار والقرآن أو العلاج المعروف عند الأطباء، فإن شاء الله نأخذ بالأسباب ونصبر حتى يأذن الله تعالى بالشفاء. نعم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهذه الفتاة ولكل مرضى المسلمين الشفاء العاجل والصحة والعافية، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن، يهدي لطريق الرحمن، حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن.